عبد الرحمن عصاوي إيركرافت للطائرات، شركة ناشئة مصممة للطائرات، ستقوم بالتصميم وتطوير وتصنيع وبناء الجيل الجديد من الطائرات، وستقدم مجموعة كاملة من الطائرات المكبسية المعتمدة، وطائرات ذات الدفع التيربوني، وطائرات رجال الأعمال، وطائرات التداري بدءا من 5 مقاعد إلى 6 مقاعد، ومن 6 مقاعد إلى 10 مقاعد، باستخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة. الإبداع والابتكار هو قلب شركتنا أو قلب شركة عيسو إيركرافت، وتتطلع شركة عيسو إيركرافت للطائرات إلى توفير وسائل نقل ثورية في مجال الطيران، وسيتم تطوير هذه الطائرات واعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA. ومن ضمن منتوجات شركة عيسو إيركرافت طائرة سنشاين أو إشراق، تيمنا بمستقبل أكثر إشراق سيشرق على بلدنا باستخدام المواد والتقنية المتقدمة. ستقوم عيسو إيركرافت بإنشاء هذه الطائرة لتكون أكثر أمانا وأسرع وأكثر راحة من أي طائرة مستخدمة حاليا في الطائرات الخاصة، وستقدم أعلى مستويات من الراحة، بحيث ستزود طائرتنا بمحرك من فئة Continental TSAL 550 horsepower، ستقوم كذلك وستصل سرعة الطائرة حوالي 350 كيلومترا في الساعة، وستزود بنظام قوي جدا يمنحها المرونة لكي تقوم بمهامها على أكمل وجه في جميع أنواع الطقس، وهو نظام Certified Fleet Intonizing الذي سيعطيها المرونة والكفاءة في التصنيع، مقصورة أنيقة مع وسائل الراحة العصرية، تدمج المقصورة بسلاسة الفخامة والأناقة والتكنولوجيا في جميع أنواع الأنحاء، وكذلك مقاعد عالية الأداء. ستصل حمولة الطائرة القصوى حوالي 1600 كيلوغرام، أما الحمولة فستصل 500 كيلوغرام، وسيصل السقف المسموح للارتفاع حوالي or max operating altitude 25,000 feet أي 7 كيلومتر. تقليل عبء العمل، يدمج بسلاسة جميع معلومات صحة نظام الطائرة وحالته مع البيانات الخارجية، مما يوفر ملخصا سهل الاستخدام لتحقيق أقصى قدر من الوعي الضفير. تعمل شاشات العرض الملونة والمشرقة على توصيل الطيار بصريا وسمعيا بالمعلومات اللازمة ومراقبة كل جانب من جوانب الطائرة في الوقت الفعلي. النتيجة التجربة الأكثر أمانا والأكثر استجابة والأذكى المتاحة في هذه الفئة من الطائرات. Auto Inspired Ergonomics يوفر بيئة العمل مستوحاة من السيارات، يوفر كل مقعد إطلالات رائعة من النوافذ الواسعة مصممة لإبراز وإضاءة المقصورة الفسيحة. أدوات التحكم تقع بسهولة في متنوع مع إضاءة دقيقة في كل منطقة أيضا، وتوفر الإضاءة الخلفية والأمامية إضاءة شخصية واتجاهية للقراءة. Live style convenience راحة أسلوب حياة. Aircraft or طائرة سنشاين عالما من الإمكانيات، حيث المغامرة تقتصر فقط على خيالك. تم تصميم المقصور لاستيعاب مهمتك وعائلتك والعتاد الخاص بك ونمط الحياة. توفر المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40 المزيد من المرونة للركاب والبضائع في أي مجموعة تقريبا. سيكون حارسا من الحراس، وسيحمي أمن القوم، وسيحمي سماءنا ورمالنا. إنه السوبر ليدر أو القائد الخارق. القائد الخارق سيقوم بمهام كثيرة، وكما قلت سيكون حارسا من الحراس. إنه السوبر ليدر أو القائد الخارق كما ذكرت. السوبر ليدر هو الجيل القادم من الطائرات RPS التي ستقدم الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. حارسا من الحراس المستقبليين سيحمي سماءنا وسيحمي كذلك أمن القومي، وكما نعرف من يمتلك السماء فهو يمتلك البر والبحر. إنه السوبر ليدر أو القائد الخارق، تيمنا بالملك محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه. السوبر ليدر
هو الجيل القادم للطائرة الموجهة عن بعد RPS التي توفر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المصمم السوبر ليدر، وهي طائرة أكبر وأتقن وأكثر قدرة. تم تصميم السوبر ليدر للطيران فوق الأفق أو في الارتفاعات الشاهقة وأيضا في جميع أنواع الطقس والاندماج بأمان في المجال الجوي المدني، مما يمكن القوات والسلطات المدنية من توفير الوعي الدقيق في الوقت الفعلي في أي مكان. وسيتم تجهيز السوبر ليدر برادار واكس متعدد الأوضاع الثوري ونظام مستشعر كهربائي متقدم، وستتميز بأجنحة طويلة تبلغ 82 قدما أي 25 مترا، بالإضافة إلى قدرات على التحمل والمراقبة الفائقة. تم تصميم السوبر ليدر لمراقبة طويلة الأمد وعلى ارتفاعات عالية واستيعاب المزيد من الحمولة، الأداء والكفاءة. ستزود أو سيتم تزويد السوبر ليدر برادار لاينكس مولتي مود رادار، هو نظام عالي الأداء يوفر صورا عالية الدقة وجودة التصوير الفوتوغرافي يمكن التقاطها من خلال السحب. هيكل الطائرة والأجنحة سيتم صناعتهما من المواد المتقدمة or advanced composite materials، كما سيعزز أداء السوبر ليدر كذلك وهو طول الأجنحة حيث ستصل 25 مترا، سيزودها ويعطيها قوة رفع كبيرة جدا. ولكي تقوم السوبر ليدر بمهامها على أكمل وجه سيتم تزويده بمحركين قويين جدا من فئة Pratt Whitney PT6A Series Turbo Pratt Engines مع سرعة ستصل أكثر من 400 كيلومترا في الساعة، وستصل الحمولة حوالي 2500 كيلوغرام، وستصل الحمولة إجمالا حوالي 7000 كيلوغرام، وسيصل يعني السقف المسموح بالتي سترتفع إليه الطائرة حوالي أول ما يسمى بـ The Max Operation Altitude 40,000 feet أي 12 كيلومترا. تكنولوجيا متقدمة ستتوفر في هذه الطائرة التي ستعد من ضمن أقوى طائرة التي سيتم طرحها في المستقبل القريب. شركة عيسو إيركرافت لديها طموح يتخطى الحدود، وكذلك سيكون لها مهام أكبر ستقوم بهما في المستقبل القريب. أولهما أنها ستكون حصنا منيعا وجدارا مصفحا يحمي أمننا القومي، وكذلك ستكون جزءا كبيرا جدا سيساهم في تحريك الاقتصاد البلد ويرفع من مستوى البطالة وكذلك توفير مناصب شغل مهمة. نتمنى التفاف مولوي من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره ورعاه أينما كان وأينما حل وأينما ارتحل، أن يمد لنا بالعون وأن يقدم لنا يد المساعدة. وكذلك نوجه نداء إلى كل الكفاءات المغربية المتخصصة في هذا المجال، سواء المهندسين والتقنيين والمصممين والفنيين وكل ما له صلة بصناعة الطائرات، بأن ينضم إلى عيسو إيركرافت، بحيث نريد أن نقوم بتشكيل تكتل صناعي لكي نكون قوة صناعية التي تدفع بالمغرب. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.